قررت كندا يوم السبت تعليق جميع الرحلات التجارية والخاصة المباشرة القادمة من المغرب حتى 28 شتنبر المقبل بسبب فيروس كورونا. وأوضحت وزارة النقل الكندية في بلاغ منشور على موقعها الرسمي أن هذا القرار اتخذ بعد ملاحظة زيادة في عدة نتائج اختبارات كورونا الإيجابية بين المسافرين الذين وصلوا إلى كندا من المغرب الشهر الماضي. وقررت كندا تقييد جميع الرحلات التجارية والخاصة المباشرة القادمة من المغرب اعتبارا من 29 غشت الحالي على الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى 29 شتنبر المقبل. وأكد البلاغ أن هذا القرار لا يتضمن عمليات نقل البضائع أو عمليات النقل الطبية أو الرحلات الجوية العسكرية. وأشار البلاغ إلى أنه لضمان سلامة الطيران وتخفيف من الاضطرابات التشغيلية سيتم السماح للرحلات الجوية من المغرب التي كانت في طريقها بالفعل في وقت نشر هذا القرار بدخول كندا كتدبير مؤقت إلى أن يصبح القرار ساريا. سيطلب من جميع المسافرين الذين يصلون إلى هذه الرحلات اجتياز اختبار عند الوصول إلى كندا.